الله الرحمن الرحيم، لقاء جديد بجمعنا مع كتلين. هذا اللقاء الثالث ان شاء الله. في هذا اللقاء حناخذ مشروعنا الاول مع كتلين. هذا هو العاده لتعليم اي لغه برمجه جديده، انه احنا لازم نتعرف على شكل البرنامج وعلى بدايه الكتابه في البرنامج. طبعا في اللقاء السابق احنا تعلمنا كيف نعمل انستليشن للانتل، برنامج الانتل كوميونيتي الخاص بالكتلين. حيكون موجود عندك صار على سطح المكتب زي ما انت شايف. بعد كده حتعمل له رن، حياخد شوية وقت معاك عبال ما يعمل لودينج للملفات كأول مرة تقريبا. هيفتح معانا بالطريقة هذه. احنا محتاجين نعمل فايل نيو بروجكت، هذه بداية أي بروجكت عايزين احنا نشتغله. بعد كده حيختار، انت مطلوب منك تختار الملف اللي انت عايز تشتغل عليه. عايز تشتغل على اي بيئة، بيئة جافا، بيئة اندرويد، ولا بيئة كوتلين. هاي بيئة كوتلين معلمة تلقائيا عندها جافا فيرتشوال ماشين ايديا، وين نعمل نيكست. اوكي، بعد كده بنكتب احنا البرنامج تبعنا، حنسميه بروجكت. تمام، هاي بروجكت 1. اوكي، حنختار المكان، هو اختاره في الكوتلين بروجكت. اوكي، وحنعمل له فينيش. حيسالني سؤال هنا، حيقول لي انت عايز في ويندو جديد ولا في ويندو الحالي. احنا عايزين في نفس الويندو عشان ما ياخدش منا، مش محتاجين نعمل اكثر من بروجكت في نفس الوقت. الان جوا البروجكت عندك الشمال حيطلع عندك فولدرز تلقائيه هو انشاها، الدوت ايديا والسورس الاس ار سي، وهذا فولدر مشهور عند الناس اللي اشتغلت جافا قبل هيك. حنعمل كليك يمين عليه ونختار جافا، نختار كوتلين فايل كلاس، كوتلين فايل او كلاس. حيفتح معاك الويندو اللي قدامك، فيه حنكتب احنا اسم الفايل اللي احنا عايزين ننشئه، وليكن مثلا الفيرست. تمام، حينشئ معانا هذا الفيرست، هو حيكون بمثابة الفايل اللي حيكون فيه اول دالة، الدالة الاساسية اللي من خلالها البرنامج كله بيتم انشاؤه. يعني اي شيء في هذه الدالة المين منه بينطلق التنفيذ. فانا كيف الدالة هذه تنعمل؟ طبعا الناس اللي اخذت جافا قبل كده او تبعت معانا كورسات جافا قبل هيك بتعرف انه اول فايل بانشئه بينتشئ مباشرة في دالة المين، وبينتشئ مباشرة في اول كلاس، وبينتشئ مباشرة في الباكج. وانا ببدا ادخل البيانات تبعتي او الاوامر تبعتي جوا المين. هنا لا، احنا مطلوب منا انه احنا ننشئ داله المين، ولكن انشائها سهل جدا. فقط حنكتب كلمه مين زي ما قدامك ونعمل انتر، مباشره حيتم انشائها. تمام، جوا داله المين هنا انا بقدر ابدا اكتب الاوامر اللي عايزها تطلع. ابسط امر الكل بيعرفه في لغه البرمجه هو امر الطباعه. امر الطباعه سهل جدا في كوتلين، فقط حكتب برنت. تمام، في لغات اخرى كنا بنضطر نكتب اسم الباكيج واسم الكلاس، بعدين جواها داله البرنت او البرنت لاين او ما شابه. لا، هنا العمليه سهله جدا، فقط بكتب برنت، وبعد كده انا بكتب عن برنت، وبعد كده جواها انا بكتب الرساله اللي انا محتاجها. انا عايز اكتب جوا دبل كوتيشن، الدبل كوتيشن اللي بتوحي للنصوص. تمام، اي شيء جواها بينطبع زي ما هو تماما. طبعا هيكون في لنا لقاءات اخرى مع جوانب الاخراج، لكن احنا هنا محتاجين فقط ان احنا نشوف برنامجنا الاول. انا حكتب فيه هالو كوتلين. تمام، ترحيب بكوتلين، مش هنقول هالو وورد، هنقول هالو كوتلين. تمام، بالطريقه هذه حيتم انشاء اول برنامج بلغه كوتلين. طبعا هنا ما فيش حاجه اسمها انه انا بدي احط والله سيمي كولون في الاخر او ما شابه زي الجافا، لا مباشره. كل اللي بنعمله الان بنعمل كليك يمين على المساحه اللي احنا واقفين فيها، وبنعمل run first kit. تمام، بالطريقة هذه حينشئ اول برنامج الي، بيعمله قاعد building. تمام، بياخد شوية وقت بسيط، وبعد كده حيطلع الي النتائج في الكونسول ويندو في المكان اللي تحت هيطلع معانا. هذا هو اول مثال او اول project في لغة كوتلين، اللغة السهلة، اللغة الجديدة. المكونات طبعا عبال ما هو يعمل الرن، مكوناته سهله. في عندنا الفانكشن مين، هذه كلمه محجوزه بتوحي بانه ما يليها هو عباره عن فانكشن او عباره عن ميثود. تمام، وجواها في عندنا احنا جواها في عندنا جمله الطباعه زي ما احنا شايفين. هذا امر من الاوامر، لاحقا حيصير في عندي اوامر اخرى، اوامر ادخال، اوامر عمليات حسابيه، اوامر طباعه. تمام، الى اخره من الاوامر. زي ما احنا شايفين النتيجه تحت هلو كتلين انطبعت زي بالضبط ما احنا كاتبينها فوق بالمسافات بالاشارات. لو انا عملت اي اشاره اخرى، هلو كتلين مثلا محمود رفيق،
تمام؟ ايش ما احنا نكتب حيطلع عندنا تحت، بتعمل رن مره ثانيه، كليك يمين وبتعمل رن، تمام؟ حيطلع عندك بنفس الطريقه اللي انت كتبتها فيها بالضبط. هذه هي مواصفات البرنامج. الصحيح انه لغه كوتلين او البيئه تبعتها شويه فيها يعني بطيء او تحتاج اجهزه شويه عاليه في المواصفات، وهذه هي اشكاليتها اللي هي طبعت عندي بنفس المسافات اللي احنا عملناها في البرنامج. هذا كان برنامجنا الاول مع كوتلين، بيعنينا جدا هنا انه تعرف انه ما فيش داعي لاي اشاره توحي بنهايه الجمله، تمام؟ بعنينا تعرف انه احنا جوا السورس فايل بدنا نعمل اي برنامج إلنا جديد، يعني عليه الكليك اليمين وبنعمل نيو وبنختار كوتلين فايل كلاس. هيك البرنامج الاول، ارجو انه يكون واضح، ارجو انه تكون امور سهله. ان شاء الله لقائنا الجاي هيكون مع المتغيرات في كوتلين، ما بتختلفش كثير عن المتغيرات في اللغات الاخرى، لكن احنا زي ما اتفقنا حنشرحها ان شاء الله بشكل سهل وبسيط حتى لا المتعلمين الجدد او الدارسين الجدد في مجال البرمجة. بيعنينا جدا ان احنا نسمع او نقرأ تعليقاتكم سواء على الفيديوهات على قناة الكلية على اليوتيوب او على قناتي الشخصية على قناة الاكاديمية على اليوتيوب. بيسعدنا جدا قراءة تعليقاتكم وتواصلكم معنا. يعطيكم العافية، ومع ان شاء الله اللقاء الجاي، اللقاء الرابع من كتلة.